بجملة الكلام عن المحاميين اللي بيعلنوا تضامنهم النهاردة وإضرابهم عن العمل والاعتصام المفتوح في أسوان بسبب القبض على زميلهم أسامة إبراهيم لمجرد أنه كتب منشور على فيسبوك بيفضح فيه رشوة تلقاها السيد رئيس المباحث في اسم كومومبو. أنا بطبيعة الحال بحب المحاميين، كان نفسي زمان أطلع محامي. دايما بحس أن وظيفة المحامي دي وظيفة سامية، أنه يقف كده يدافع عن المظلوم، يرجع حق المواطن حتى لو كان ضد أكبر رأس أو أكبر مسؤول في البلد. نموذج من نماذج بلدنا الحلوة أيضا محامي بيضرب واحد من أروع نماذج العطاء والمؤازرة للشعب المصري. نموذج بتاعنا من حي العمرانية بالجيزة، امبارح أيضا كان معانا نموذج من حي العمرانية بالجيزة، الحاجة فاطمة اللي بتتبرع سنويا بلبس المدارس من الدكان بتاعها لغير القادرين في العمرانية. النهاردة معانا الشاب أو المحامي بلال سعد اللي عنده مطعم جنب شغله، قرر يوزع الوجبات، وجبات الطعام بالمجان لكل مرضى الأورام في العمرانية. سبب التربية الحسنة، أمه اللي كانت بتاخده معاها هو صغير عشان توزع الأكل كل أسبوع على دار الأيتام، ورث بلال هذا الطبع عن والدته، فتحول سلوك يومي ومطعمه مفتوح على مدار الأسبوع لمرضى الأورام والسرطان، يأكلوا اللي هم عايزينه ببلاش من غير ما يحاسبوا. ده أسامة، نموذج طيب من نماذج بلدنا الطيبة، محامي جدع والدته علمته الكرم والجود، من العمرانية في محافظة الجيزة. نسمع كده بلال سعد وهو بيكلمنا عن المبادرة بتاعته. بلال سعد محمد علي، معايا الشخص شغال في المجال بقالي 13 سنه، من وانا عندي 12 سنه. الفكره دي الحمد لله من صغري وانا متربى عليها، وهي يعني والدتي هي اللي مربانا على كده، ان احنا اهم حاجه نطلع لله عشان ربنا يكرمك، طول ما انت بتطلع من مالك ربنا يكرمك اكتر. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك من نقص مالا من سلطه، فطول ما انت بتطلع من لله ربنا يكرمك. واحنا لازم نقف جنب بعض الايام دي عشان احنا في ايام صعبه، بس ان شاء الله. طيب انت بتقول ان انت اكتسبت عمل خير من اسرتك. طبعا. بدات ازاي؟ بدات بتوزيع برضو اكل ولا كنت بتوزع لا إيه؟ احنا من صغرنا الحمد لله، وهي والدتي معلمانا ان احنا بنطلع مثلا بنعمل وجبات كل اسبوع بنطلعها للناس. من قبل ما اشتغل في المجال ده كانت على طول بنروح دار ايتام معاها، بتاخدنا مثلا حد عيان بنزوره، احنا متعودين على كده من صغرنا الحمد لله. بلال سعد محمد علي. انا بفرح جدا بالنماذج، خصوصا لما يبقى شاب في بدايه حياته لسه عنده اعباء، عايز يتجوز، عايز يكون اسره، عايز حتى يحوش عشان يعيش حياه طيبه، او فقير، مواطن فقير اللي دخله على قده واللي جاي على قد اللي رايح، وبعد كده يفتح دكانه، يفتح بيته، يعمل اكل لجيرانه، ويوسع على الناس، يتبرع بعربيته، يفتح عيادته. دي نماذج طيبة من نماذج بلدنا اللي الحمد لله لم تنتهي، وكل ما تدور في البلد دي هتلاقي نماذج أكتر وأفضل كل يوم بتظهر على السطح، وكتير منهم ما بيحبش يتكلم وما بيحبش يتصور ولا حد يعرف عنه حاجة. الناس اللي هي بتتبرع أو بتساعد في السر عددهم أضعاف أضعاف الناس اللي بتطلع تتكلم أو اللي بنتكلم عنها كل يوم. شكرا لبلال، وشكرا لوالدته، شكرا لهذا النموذج الطيب من نماذج بلدنا الحلوة اللي بنقول دايما إن بلدنا فيها حلوة والخير في بلدنا وأمة النبي إلى يوم القيامة.